يقول: نويت العمرة يا سماحة الشيخ، وأحرمت من مطار الرياض، ولبيت بالعمرة عند قربي من الميقات، وعند نزولنا في مطار جدة ذهبت لأتوضأ للصلاة، فوجدت أنني لم أخلع السروال ناسيا فخلعته، فهل علي شيء في ذلك؟ ليس عليك شيء، يقول الله تعالى: رب لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. المحرم إذا نسي حط رأسه أو لبس القميص أو السراويل ناسيا فلا حرج عليه، أو أحرم ولو السروال عليه ناسيا فلا حرج.